يا ده وليد. ايه يا اسطى؟ بس رحنا عم ناصر تجيب منه الفلوس. انا يا اسطى. صباح الخير يا اخويا. اهلا بعتني العيله. راحوا فين؟ رايحه الجامعه عندي لكتشر. اه عايزه فلوس. خدي خلي دول معاك ماشي، وخلي بالك من نفسك. يلا ماشي انت حبيبي، يلا خلص شغلك. يا اسطى رحله عم ناصر عشان اخد منه فلوس زي ما قلت لك. بسرعه طب. يلا يلا يا حبيبي. انا صاروخ. مسروق. تحبي تروحي الجامعه؟ اه. طب لا لا ما فيش. طب عايزه اي حاجه؟ لا مش عايزه. في ايه يا بيه؟ لا ما فيش حاجه. اصل لما فلوسي وقعت منك في عشان وقعت منك تاني. بيت ام الحب اديتها ال 10 جنيه اللي كنت هفطر بيها يا اسطى. شوف القلب. بقول لك يا وليد يا معلم، والنبي نفسي اتفاني على حجر معاش كده. روح اكتبوا لي من الاول بسرعه. تعالى يا معلم. يا مرزي يا مرزي. يا حبيبتي جيتي؟ عايز انزل اعمل شعبين. اللي انت عاوزاه بس دي واحده عليا بس كده. معلم خمس دقايق بالظبط والحجر هيجي. ماشي يا معلم. ايه بقول لك يا معلم مودي، انت بتحبني صح؟ اكيد. انت مؤشر العمال عندي هنا شغالين. انا الصراحه كنت عايز اتجوز اختك، عارف انك هتقف بيها عشان انا راجل وانت بتقول لي كده دايما. انت عبيط. يا اتجوز اختي انا.